الله ينون الكرامات. تمتهنون الكرامات. لا الحقيقة أنا بدأت بالأول يعني بعد المدرسة رحت على أفريقيا ساعدت الوالد والوالدة الله يرحمهم بأفريقيا نحن تجار بأفريقيا بالأساس بسيراليون وبعد ذلك أصريت بالرغم من أنه كان وضعنا التجاري ممتاز جدا أصريت أني أترك كل شيء وأجي وأصلا كان الجنوب يعيش حالة العدم والانعدام وكان الإقطاع السياسي هو اللي مسيطر على الجنوب بشكل كامل وقالت على نفسي أنه قاوم هذا الإقطاع من صغري إلى أن مشيت بخط الإمام الصدر ولا أزال تماماً مثل المعامل حاطين والتواصل بين الأمر المصلحة مهنة السياسة فيها تقاعد لا تتعرف على التقاعد طالما عندك قدرة انك تخدم شعبك طالما عندك قدرة صحية وبدنية انك تقدري تشتغلي فيك تضلي تشتغل يعني ما عندهاش سن تقاعدي تاريخي أنا قضيت على الإقطاع السياسي أنا قضيت على الإقطاع السياسي ونحن حركة حزبية حركة منظمة وبالتالي اللي بيورطني هي الحركة